انتوا عارفين سعر البطل ده كام؟ سعر البطل ده؟ طب سيبك من ده. طب شايفين البطل ده ولا ده او ده؟ طيب انتوا عارفين اصناف البند ايه؟ البند ده اصناف رجاله ولا الموازين في الكام والاسعار في الكام؟ تعالوا بينا نشوف. طبعا بقى نزلزل الفيسبوك السلالات طبعا الطيبه ديت ونعرفكم ايه هي سلاله الذكر البقر ده والموازين في الكام. بس قسما بالله لو ما صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات او في قلبك هتبقى بخيل جدا. لو مش عايز تصلي على سيدنا النبي في كومنت او في تعليق في قلبك يا عم الحاج حماد انا بحييك. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هنا في الابطال دي؟ بكام يا معلم حماد؟ هخلي اللي ما قالهاش ذكر للتسليم بفضل الله من فورمه العجل من الفورمه بتاعت العجل دي يقلب بفضل الله. اللهم صل على النبي. فورمه ممنوعه من العرض. الله يبارك لك روح بجد. كل دي مش استيراد، لا دي عجول تلقيحات العجل يشرب شويه الميه يزيد عليهم. يعني العجل صنف ايه؟ بلدي. عجول خليط من العالي قوي 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 قوي. تمام. المظبوط فوق المظبوط يا وزير. جميل. طيب العجول دي طبعا تقليب لحم ولا مؤسسات؟ في مؤسسات الميزان بتاعهم متوسط الخمسه قلب بعضهم كده من 320 لا 300 كيلو مهم يرضي الله في المظبوط. جميل. في المظبوط قوي. واللي عايز ياخدهم ميزان العجل تمساح، اللي عايز ميزان هبيع له برضه. اللي عايز ميزان شغالين كده شغال العجل ما شاء الله. يعني ايه العجل؟ يعني من يعني الاكل بتاعه والصحه السليمه بتاعته هي باينه على جسمه رجاله. الريح والعظم والنظام عجل بمعنى كلمه عجل ما شاء الله. الجسم فلوسك في مشروع صح. الجسم السليم. الجسم السليم يا باشا اسس مشروعك ان شاء الله. شايفين السلام المشروع الصح. تحصينات بقى مع الهدان اللي بتحصنها ده مش واخد كفه التحصينات. تمام. ده صاحبه وصاحبه كان بيديله فلوس يروح ياكل ويجيب اللي هو عايزه. العجول دي كانت عند اصحابها صاحبهم كان بيديهم فلوس كده المصروف بتاعهم ماشي وكانت العجول دي تروح تجيب اللي هي عايزاه. طيب السعر بقى كام؟ الاعمار بقى كام يا معلم حماده؟ الاعمار بتاعتهم في ال 15 شهر مال وجمال. اللي عايز بقى يطلع عجل 2 طن ماشي طن ماشي مال. اللي عايز طبعا بقى يطلع تريلا وبرضه بننصح كل الساده المتابعين اللي هيدخل طبعا النهارده عجلين ب 50,000 او ب 60,000 طبعا بيرضعوا وهيموتوا منك في الحر. دخل واحد بس، دخل تريلا من دول هتسيبه من انا عندك طبعا دوره سنه. هتسيبه عندك دوره سنه؟ لا دخل عجل زي كده سيبه سنه هتطلع طبعا عجل بفضل الله بمقام اربعه مش بالكتره. صلى الله عليه وسلم. بكام يا معلم حماده؟ تعالى كده عندي. استنى 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 ده احنا لسه في يعني كده ما شاء الله عساكر. تمام. اللي عايز بطل واحد بس من نوع عينيه. جميل. اللي عايز بطلين اتنين ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ المال الحلال. الله يبارك لك روح. ده المال الحلال. ما شاء الله. ده مال ثم جمال. العجل شغلته ايه بقى؟ العجل عامل ازاي؟ الدماغ يمامه مش عجل دماغه متر. جميل. مش عجل الدماغ متر يا باشا. الله يبارك. مظبوط قوي. حاج احمد البيان دي طبعا كل الكلام الحلو اتقال فيها وطبعا والله انا مهما اوصف مهما اوصف الجمال مش هعرف اوصف بجد. يعني شايفين الجمال؟ صلى على سيدنا رسول الله. شايفين الصحه عامله ازاي؟ مال وجمال. انت قلت لي الموازين في كام يا معلم حماده بقى؟ انا سيد رقم تليفونك كام مبدئيا؟ زرو 10 980 4 9 8. الناس اللي داخله معانا على البث المباشر عايزين حد كده يرد علينا التعليق في الصلاه على النبي. حبيبي يا عم حسين عصام على دماغي اخونا احمد طبعا ايه حبيبي يا عم احمد. الناس اللي بتصلي معانا على سيدنا النبي الناس دي كلها على راسي من فوق حبيبي. بكام يا معلم حماده؟ انا مبسوط والله من البضاعه الحلوه عشان بقدمهم للساده المتابعين. انا مبسوط لما يبقى قدامهم بضاعه. تمام. طيب احنا مبدئيا كده عايزين كده لكل المتابعين كده شاركوا معانا البث يا رجاله. ابطال دول شاركوا البث وعايزين شير. اللي طلب الخمس ابطال دول اقدر احملهم له وابعتهم له اي مكان في الدوله اينما كان. اي مكان اينما كان. اللي طلب الابطال دي اقدر احملهم الابطال دي وابعتهم له اي مكان في الدوله. بكام يا معلم حمل الابطال دول؟ تسلم عينيك. خمس عرقون احملهم له وابعتهم له لحد باب بيته. تمام. اطلع بره بقى فرجني. اطلعوا بره فرجوا لك على البال. صلى الله عليه وسلم. اخواتنا المتابعين كده الناس المحترمه كده داخله معانا كده على البث المباشر اعمل شير في الخير يا معلم كده اعمل شير في الخير. عايزين بس غيرك يشاهد السلالات ديت. عايزين غيرك يشاهد السلالات الطيبه ديت. اعملوا معانا شير في الخير وسمعونا الصلاه على سيدنا النبي. كله صلي معانا على حبيب النبي عشان ده مال بالله عليك ربنا يسترها بس على اللي ياخده عشان خاطر الله. عشان خاطر ربنا كل الناس تصلي معانا على سيدنا النبي.
مش عيب رصيع، مش عيب سنة فم طويلة بالتحويل. لا لا حاسب، ده هنا عند دكتور الشغلانة، عند دكتور السلالات. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. لكن انا بحب المال الحلو، تمام، وبعشق الحلو. الله يبارك لك. بجيب الحلو وبيعه بمكسب قليل ومرضه ومبسوط. دولك خمس ابطال. تقدر عايز منهم بطل واحد ابيع له، اللي عايز بطلين ابيع له، اللي طلب الخمسه اقدر احملهم له وابعتهم له لحد اسوان لو عايزهم. بكام يا معلم حماده؟ ليه ابعتهم له؟ ليه؟ لان انا واثق من بضاعتي. واثق من نفسك؟ واثق من مالي، من مال الحلو. انا عايزك تستمر بس ترى كام؟ انا اجيب لك مال وجمال. صلى على سيدنا رسول الله تكسب. صلى الله عليه وسلم. البطلين دولت يا وزير. عايزين كل الناس كده تعمل معانا شير؟ اعملوا معانا شير يا اخوانا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لك يا معلم ابراهيم روح. الرجاله مبسوطه بالمال، المال حلو. والمال الحلو طبعا ايه؟ بيتقال فيه كل الكلام الحلو. بجد يعني بامانه. صلى الله عليه وسلم. كان في قلبه من جوه ذره حب لله. صلى الله عليه وسلم. النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي اللي انا بقدمها لك. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. عندك الخمس ابطال دول. بس. بكام بقى؟ متوسط سعر البطل بتاعهم مش هقول لك ب 65,000 فورمه دي. عشان الفورمه دي ما بتنزلش على اي قناه ولا بتنزل لاي متابع الا على قناه مزارع الحاج حسن او الحاج فخر. الخمس فرم دول عامل لك عليهم زلزال مش هقول لك ب 65. دول هتتم الخمسه. مش هقول لك لعيب ب 65. تمام. ولا ب 60 ولا ب 55 ولا ب 53 ولا ب 52. ادعمنا بلايك وشير. تعالى كده معايا كده منفعك بقيه البيان. الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك. روح يا عم حماده، الله يبارك لك. حاج حماده، حاج احمد الله يبارك لك. صحيح بجد يعني ربنا يبارك لي يا اخويا. مهما اوصف، مهما اوصف مش عارف اتكلم. اللي عنده من ده، اللي عنده من ده ربنا يعمر بيته. اللي عنده من المال الحلو ده معلم حماده اقول لك ايه؟ اللي عنده من ده رب فعلا، اللي عنده من ده ربنا يعمر بيته، ربنا يعمر بيته ويعمر بيت اللي مخرجهم من مزرعته. تمام. مال وجمال. الله يبارك لك. اللي عايز عجل من الارض هبيع له، اثنين هبيع له، وثلاثه هبيع له، عينينا لاي حد. العجل العجل ما شاء الله زي ما انتم شايفين كان بقى 10 تريلات. تريلات فورم افتكر بقى، مش اي عجل بجيبه لك. والله انا بجيب لك عجل الدوره السريعه 3 شهور يطلع، مش عجل تاكله سنتين مع بال يطلع. لا انا بجيب لك فورمه مال وجمال. تمام. انا جايب لك مال وجمال. الخمس ابطال دول عامل لك عليهم زلزال وهقدم لك البطل بتاعهم ب 51,000. سعر البطل بكام؟ 51,000. المقاسات دي والموازين دي، الشاسعات دي كلها على 51,000. سعر البطل من دول شايفه قدامك دي على 51,000. وبتحدى النهارده اي حد على السوشيال ميديا يقدم لك البضاعه الحلوه دي يا وسام. انت قلت له بكام؟ 51,000. واحد 51. خليكم فاكرين 51,000. استنى استنى استنى، دولت خمسه ومفيش اعداد لان دولت اخر خمس بقين في مزرعه الوزير. الموازين في ال 300 رجاله. الناس اللي سمعت السعر يا اخوانا، المتابعين اللي بتقولوا الصوت، الحاج فكري يا عم فكري يا رمضان، الصوت تمام ولا مش تمام؟ سيب بقى رقم تليفونك فورا عشان عايز يحجز. مكفوفه مش العجل بكرش، والعجل ظهره من فوق معمر، تفرش وتنام على الظهر. حاج حماد تقدر توفر منهم يا كميه اي اعداد من البام ديت؟ يا ابو فضل احنا بنوفر بس على المدى البطيء شويه من البضاعه دي. الحجز عن أولوية؟ انزل اي سوق من الصبحيه اشتري بدل العجل 200 300 عجل. تمام. بس العجل براس كبيره، ابو طز رفيعه، ابو ظهر ناشف. في المؤسسات لا، احنا لينا فورم متذكر معينه بنشتريها. الحاج حابب الحاج يعني بيقول لك له فورم متذكر معينه، اللي ياخد طبعا منه عجل ان شاء الله باذن الله لقدام هتطلع عجل بخمس تربع مش باربع تربع، بخمس تربع. بتحب تعلف وتطلع موازين تقيله. جميل. تطلع عجل ب 200 250,000 جنيه. والمعذور بقى؟ المعذور اتباع من النهارده، والعجل واخد مواصفات العجل المستورد. يا باشا ربنا يبارك لك. العجل واخد مواصفات طبعا العجل المستورد. مش هتلاقي احسن من كده. الله يبارك. الله يبارك، الله يبارك. بس قسما بالله تبقى بخيل جدا جدا لو مصريت على سيدنا محمد كده في قلبك، مش في التعليقات في قلبك، انا عايزك في قلبك تصلي على النبي. اللي طالبهم يا وزير اقدر احملهم له وابعتهم له اي مكان اي مكان في الدوله. رقم تليفون 010 980 4998.
مزرعة تحسين السلالات على مستوى محافظة المنوفية تمة. الله يبارك لك. مال صحة حلوة مال جمال. العرض التاني بقى انت ان شاء الله. العرض التاني هقدم لك ابطال الذكورة. الله يبارك لك. العجول المستوردة. صلى على سيدنا النبي. اللي ضرب الاستيراد على عينه. صلى على سيدنا النبي. هقدم لك ابطال بفضل الله كل ما هو جديد وجديد وده عندي في الثروة الحيوانية. صلى على سيدنا النبي. لسه طبعا لسه معنا الخير كتير ان شاء الله. لسه معنا الخير كتير بس انا عايز كل الساده المتابعين كده تصلي معانا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. موازيننا رجال البندي ان شاء الله في ال 300 وفوق ال 300. السعر ان شاء الله في ال 51. السعر معانا 51. تمام يا رجاله اللي مش عامل متابعه في قنواتنا زي الحاج حسن ابو الحاج فورا 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 اعمل متابعه علشان طبعا اللهم صل على النبي اعمل متابعه فورا علشان كل يوم تشاهد بساتنا لكل طبعا محبين ومتابعين الثروه الحيوانيه اللي مش متابع يعمل متابعه فورا عشان كل يوم اللي لسه ما اتعلمش طبعا من ايه من الثروه الحيوانيه هتعمل متابعه في قناتنا زي الحاج حسن ابو الحاج والعمده طبعا كل يوم هيوريك السلعه الصح عنوانك ورقم تليفونك يا حاج حماد قبل ما يوصل البص في توصيل ان شاء الله يوجد عندي توصيل اي مكان في الدوله اللي عايز يعمل واحد من العرب والسابع اللي عايز منها بيعرف اللي طلب الخمسه دول اقدر احملهم له وابعتهم له لو عايزهم اسوان لحول من العرض عجول احمل له العرض وابعتهم له لحد باب بيت رقم تليفوني 010 980 4 9 9 8 والسلام عليكم ورحمه الله اشكرك يا معلم في مالك